وبالتأكيد خبر مؤلم، يعني انتوا عارفين انه ده حصل امبارح، رحيل الفنان الكبير الأستاذ أحمد الحجار. أستاذ أحمد الحجار رحمة الله عليه رحل عن دنيانا امبارح، عنده 65 سنة، معزش عن اللي خلقه، بس فعلا صغير، مطرب وملحن وأسرة أكتر من عظيمة بالمناسبة. يعني والده الموسيقار الكبير أستاذ إبراهيم الحجار، وطبعا شقيقه الأستاذ الكبير جدا أستاذ علي الحجار، الله يرحمه يا رب. أحمد الحجار مع حفظ الألقاب واحد من أكثر الناس موهبة، ومن أكثر الناس لطفا وهدوءا إلى أبعد الحدود. عنده 4 ألبومات غنائية، عنده مسرحيات لحنها، لحن لآخرين إلى آخره.